بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله صينية ام علي. عندنا كوبايتين حليب، وهنضيف على الحليب كوباية جوز هند مبشور، وخمس معالق كبار سكر، ومعلقة صغيرة فانيليا. وهنضرب الخليط ده كويس في الخلاط، وبعد ما نضرب الخليط في الخلاط هنحطه في حلة على نار متوسطة لحد ما يغلي معانا. بعد كده عندنا نص لفة جلاش، هنقطعها بالسكينة لقطع صغيرة بالشكل ده، وهنحطها في صينية مقاس 28، وهنضيف على الجلاش معلقتين كبار سمنة، وهنحمره كويس على نار متوسطة. وبعد حوالي 10 دقايق بيكون الجلاش خلاص اتحمر معانا. هنطفي عليه النار، وهنضيف نص كوباية مكسرات مجروشة، وهنقلب كويس. وبعد ما الحليب يغلي معانا هنضيف على الجلاش وهو سخن. وبعد ما نضيف كل كمية الحليب هنديها تقليبة خفيفة، وهنسيبها لحد ما تتشرب حوالي 10 دقايق. وفي الوقت ده هنسخن الفرن على درجة حرارة 200، وبعد 10 دقايق هندخلها الفرن على الرف اللي فوق. وبعد ربع ساعة في الفرن هنطفي النار من تحت، وهنشغل عليها الشواية من فوق لحد ما تاخد لون معانا بالشكل ده، ولما هنقطعها هتبقى معانا بالشكل ده. وهنقدمها باردة أو سخنة على حسب ما احنا عايزين. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.